ما الحب وكيف نعبر عن حبنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يبدو لي أن الإنسان في أدق تعريفاته عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فالإنسان إذا غذى عقله بالعلم اليقيني من خلال الوحيين ومن خلال الخبرات في خلق الله عز وجل، إذا غذى عقله بالعلم وغذى قلبه بالحب الذي يسمو به. وقبل أن أتابع، هناك حب في الله وحب مع الله. قيل الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. الحب في الله عين التوحيد يقتضي أن تحب الله ورسوله والأنبياء جميعا وأصحاب النبي جميعا، وأن تحب العمل الصالح، بيوت العبادة، أن تحب أهلك وأولادك ومن حولك. باب واسع جدا، يعني يتفرع عن محبة الله مئات أنواع الحب، لأن الحب في الله عين اليقين. أن تحب عالما مخلصا ربانيا، أن تحب أخا في الله، أن تحب صديقا مستقيما، أن تحب أهلك، فهذا الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أن تحب جهة تبعدك عن الله، أن تحب حرفة لا ترضي الله، أن تحب لقاء يغضب الله. فالحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. جزاكم الله خيرا سيدي. إذن بعد أن بيّنتم هذا المفهوم للحب، نتحدث في موضوع حلقتنا، وهو قضية محبة الله. نعم سيدي، الإنسان يحب الله تعالى، وكل إنسان قد يقول لك أحب الله. كيف يعبر الإنسان عن حبه لله؟ والله قال ابن القيم كلمة رائعة: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. كلام جامع مانع قاطع. فمحبة الله أصلها أن تعرفه. هو لا تدركه الأبصار. الله ماذا قال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فكأن الله جعل قنوات ثلاث لمعرفته: قناة الخلق والموقف والتفكر، وقناة العمل أفعال الله والموقف النظر، وقناة الكلام والموقف التدبر. أنا بين التفكر والنظر والتدبر، هذه القنوات الثلاث السالكة لمعرفة الله، وأصل الدين معرفة الله. هذا الأصل الذي جاء به الوحي لسنوات عشر في مكة، تسمى المرحلة المكية في القرآن. أنا أقول إذا أغفلت هذه المرحلة وقعنا في مشكلة كبيرة، لأنه إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية الآمر. نعم. وكأنني وضعت يدي على مشكلة المسلمين. المسلمون يزيدون عن 1,800,000,000. المسلمون يملكون نصف ثروات الأرض. ما من أمة على وجه الأرض بينها عوامل وحدة كالأمة الإسلامية، اللغة والدين والآلام والآمال إلى آخره، ومع ذلك بأس الأمة بينها، لأنها ما طبقت منهج الله كما ينبغي. فهذا موضوع خطير جدا. فلذلك الإنسان حينما
يعرف الله يحبه، وإذا أحبه أطاعه. أما إذا اكتفى بمعرفة عامية تلقاها من مجتمعه من دون ضوابط ومن دون نصوص من دون دلالات، هي إيمان العوام. هذا الإنسان تنهار مقاومته أمام شهوة معينة. يعني أنت لما هذا المظلي الذي هبط بمظلته، أنا أقول قد يجهل شكل المظلة، قد يكون دائري أو بيضوي أو مربع، قد يجهل نوع الخيوط، ما في مشكلة، قد يجهل نوع الحبال، عدد الحبال، لون الحبال، قد يجهل 50 معلومة، إلا شيئاً واحداً إذا جهله نزل ميتاً، طريقة فتحها. عبر عنه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أنا لا أطالب عامة الناس بتفاصيل الدين، بالتعمق بالدين، أما أنا أطالب عوام الناس بتطبيق الشريعة. فأنت حينما تطبق الشريعة لو طبقتها عن غير علم قطفت ثمارها، هي كلام وجه العوام الأمة. فأنت غضضت بصرك، هي فضيلة، هي صدقت في كلامك، كنت أميناً، أتقنت عملك. فنحن إذا طلبنا الخواص بأصول الدين والعوام بأحكام الدين نجونا. نعم، إذا الحب سيدي أصله معرفة، ثمرته طاعة. نعم، يعني مستحيل من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تطيعه، أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه. فإذا أحبه ولم يطعه، هل يعني هذا ادعاء؟ صح، ادعاء، ادعاء، ليس حباً حقيقياً أبداً. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، جزاكم الله خيراً سيدي وأحسن إليكم. سنعود لمتابعة الحديث الماتع حقيقة، لأنه يتحدث عن محبة الله جل جلاله. نعم، نعود إن شاء الله، نعود بعد قليل لمتابعة الحديث بصحبتكم حول موضوع محبة الله تعالى، فلا تذهبوا بعيداً. عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث بصحبتكم حول موضوع يتعلق بالحب وبحب الله تعالى تحديداً. شيخنا الفاضل، أطعنا الله، أحببناه فأطعناه، أو عرفناه فأحببناه فأطعناه كما بيّنتم قبل الفاصل. الآن كيف نرى محبة الله في حياتنا؟ ورد في الأثر القدسي: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. الشاهد أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فمن متابعة هذا الحوار: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. في بالأثر القدسي ملمح دقيق جدا، يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، ذكرهم بنعمائي كي يحبوني، ذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني حينما ورد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عظمه، فلا بد من أن نؤمن بالله العظيم. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يعني مثلاً الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وحينما قال الله عز وجل:
والسماء ذات البروج واليوم الموعود. الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، أحد هذه الأبراج قلب العقرب، برج العقرب. أنا والله كنت بأمريكا ورأيت في القبة السماوية هذا البرج، بين نجومه خطوط وكأنه عقرب تماما. فهذا هذا البرج العقرب في نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب. الشاهد، قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى، ألا يخطب وده، ألا ترجى جنته؟ فلا بد من أن تؤمن بالله من خلال آياته الكونية ومن آياته التكوينية أفعاله وآياته القرآنية. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، كيف أحببك إلى خلقي؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي، نعمة الصحة، نعمة الأجهزة اللي يملكها الإنسان. لو كان بالشعر فيه أعصاب حس تضطر أن تذهب كل أسبوع إلى المستشفى كي تخدر تخدير كامل. خلق الإنسان وحده آيات لا تنتهي من عظمة الله عز وجل. فلا بد من معرفة الله. ذكرهم بآلائي ونعمائي، إذن بآلائه تعظمه وبنعمائه تحبه وببلائه تخافه. معنى ذلك أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال آياته الكونية، ومحبة له من خلال نعمائه، وخوف منه من خلال بلائه. نعم، جزاكم الله خيرا. سيدي، في القرآن الكريم يتحدث الله عن محبته لنا، يقول على سبيل المثال: الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين. هذه آيات كلها، يعني كيف نتلمس محبة الله من خلال كلامه؟ هذه الآيات لو أنه إنسان جمعها بمعجم أو بجهاز كمبيوتر أو بسي دي، إذا جمعها بآيات بعتقد 15-12 هيك شيء، هناك يحب ولا يحب، يحب لا نبدأ باليحب. نعم، نحن يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المحسنين. فأنت الله دلك على أبواب محبته. شيء لطيف جدا أن تبحث في الآيات التي تقول إن الله يحب. لو كتب بالكمبيوتر إن الله يحب تأتي الآيات كلها. فأنت بين إيديك أن تكون محسن لوالديك، لأولادك، لمن حولك، لزبائنك، تنال محبة الله، لجيرانك تنال محبة الله. يعني الله عز وجل أعطاك منهج لمحبته. الله يحب هؤلاء، اتصف بهذه الصفات يحبك الله. أيام في علاقة علمية وعلاقة مزاجية، العلاقة المزاجية بعض يعني مدراء المعامل أصحاب المناصب ما بتعرف متى يغضب، علاقته معك علاقة مزاجية، يغضب بلا سبب أو يرضى بلا سبب، يحب بلا سبب ويحب بلا سبب. أما الله عز وجل برمجك لك أنا أحب الصالح، أحب المحسن، الصادق، الأمين، أعطاك فأنا أتمنى على الإخوة المشاهدين أن يبحثوا في الكمبيوتر عن كلمة إن الله يحب قائمة، أخذنا شيء 12 كلمة نحاول تطبيق هذه الأشياء التي يحبها الله. فمن باب أولى، ولأن العلاقة معه علاقة علمية، يحبنا الله عز وجل. بقابل ذلك إن الله لا يحب الفاسقين، الكافرين، إلى آخره. فأنا ممكن بربع ساعة أن أجمع الآيات في القرآن يحب من ولا يحب من. فإذا ابتعدت عن شيء لا يحبه وفعلت شيئا يحبه توسقت من محبة الله عز وجل لي. جزاكم الله خيرا سيدي. أرانا مضطرون إن شاء الله لحلقة أخرى نتحدث فيها عن محبة الله عز وجل، نتابع الحديث معكم إن شاء الله، فالموضوع شيق وماتع. إخوتي الأكارم، ختاما، مر حكيم على رجل قد جلس أمام قبر وهو يبكي، قال له: ما بك يا رجل؟ قال: مات حبيبي. نظر إليه الحكيم بتعجب وقال له:
لو أحببت حبيبا لا يموت